في ظل الحرب على غزة التي لم تنتهي بعد، مستوطنون إسرائيليون يقيمون معرضاً في متحف غوش كطيف بالقدس بعنوان غزة لنا. يحتوي المعرض على صور وبقايا من المستوطنات الإسرائيلية 25 التي أزيلت من قطاع غزة عام 2005 عقب انتفاضة الأقصى، وتباع في المتحف أيضاً قمصان كتب عليها ذاهبون إلى الديار، كما أن اسم المتحف الذي أقيم فيه المعرض مستوحى من اسم تجمع استيطاني كان في غزة قبل عام 2005. فيما يشير آخر استطلاع للرأي أجرته إدعاء تحرنوت العبرية إلى أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون العودة للاستيطان والعيش في غزة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتحدث عن مستقبل غزة بشكل واضح حتى الآن، وأمريكا تقول إن الأمر متروك للفلسطينيين.